يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نريد من فضيلتكم بيان الحكم في استعمال القصص في الدعوة، وهل هناك فرق بين استعمال السير وبين استعمال القصص؟ السير الصحيحة الثابتة كسير الأنبياء والصالحين هذه طيبة، أما السير التي لا يدرى هل هي صحيحة أو ليست صحيحة أو السير المكذوبة فلا يجوز ذكرها ونشرها. والقصص على قسمين، قصص صحيح وما جاء في الكتاب والسنة هذا يقال ويشرح ويبين للناس، فاقصص القصص لعلهم يذكرون. أما القصص التي لا يدرى عنها ولا يعرف صحتها ولا مصدرها أو المفترات المخترعة، لأن بعض الناس قد يقول أنا أذكر هذه القصص لأجل التأثير على الناس ولو لم تصح، هذا لا يجوز، هذا نشر للكذب وتكلف لا يفيد شيئا. نعم.